النهارده يا ولاد الريفيجن بتاعت الساينس لأولى إعدادي، تمام؟ هنراجع مع بعض المنهج، هنشوف، هنتعرض لبعض البعض الديتيلز، وفي أجزاء أنا مش هتعرض للديتيلز بتاعتها، بس معظم الحاجات أنا هعرض الديتيلز كلها. أول حاجة يا ولاد، أو أول يونت كانت بتتكلم لي، أول يونت خالص بتتكلم عن الكيميكال كومبينيشن. يعني أول حاجة لازم أعرف إيه هما الإيليمنت اللي عندي. نركز بقى كده شوية. الاليمنت ده كان أول لسن عندي. يعني إيه اليمنت يا مس؟ الاليمنت ده 3 تايب. التايب الأولاني اللي هو الميتاليك، التايب الثاني اللي هو نان ميتاليك، التايب الأخير أو اللي نمبر ثيرد هو النوبل جازز. طيب أنت عملت لهم يا مس كلاسيفيكيشن ليه كده؟ او بناء على ايه؟ اول حاجه يا اولاد الميتاليك، اول حاجه بفرق ما بين الثلاثه هو الاوتر موست ليفل انرجي. يعني ايه الاوتر موست انرجي ليفل يا مس؟ يعني المستوى الاخير من الطاقه. لو انا في 1 او 2 او 3 الكترون، يعني اقل من 4، يبقى انا كده ميتاليك. لو في اكتر من 4 يبقى نان ميتاليك. اما لو في 8، او بمعنى اصح الاوتر موست level energy completely with the electron، هسميه النوبل جازز. هسميه يا ولاد النوبل جازز، تمام؟ طيب مين في دول اللي بيعمل pair للكيميكال رياكشن او بيخش في الكيميكال رياكشن؟ الميتاليك والنون ميتاليك. الاثنين دول بيخشوا في اي كيميكال رياكشن، اما النوبل جازز لا. ليه ما بيشاركش يا ولاد في اي كيميكال رياكشن؟ عشان هو الاوتر موست اوف انرجي ليفل از كومبليتلي وذ الكترون. هي دونت نيد ان الكترون تو كومبليت ذا اوتر موست ليفل انرجي. المستوى الاخير بتاعه مليان بالالكترونات، مش محتاج ان هو يدخل في ريليشن عشان يكمل الالكترونز بتاعه. خلاص؟ طيب اول حاجه يا ولاد في الميتاليك، اول حاجه في الميتاليك ان هو لما بيجي بيدخل في الكيميكال رياكشن بيتحول لبوزيتيف ايون. يعني ايه بوزيتيف ايون؟ هقول ان هو الاليمنت اللي لوز 1 اور 2 اور 3 الكترون ان ذا كيميكال رياكشن. هو الاليمنت الله هيفقد يا اما 1 يا 2 يا 3 الكترون لما بيدخل في الكيميكال رياكشن. اما النون ميتاليك يا ولاد لا، النون ميتاليك مش لوس، مش بيفقد، لا ده اجين بيكتسب، يا اما again 1 او 2 او 3 electron in the chemical reaction. خلاص نيجي عند الفالنس. الفالنس مهمه وبيسالك فيها كتير في الكومبليت والتشويس. يقول لك الفالنس بتاعت النوبل جازز ايه؟ الفالنس بتاعت النوبل جازز يا ولاد زيرو. يعني ايه الفالنس اساسا يا مس؟ يعني ايه الديفينيشن بتاعت الفالنس؟ هي النمبر اوف ذا الكترون هو او ويتش لوز اور جين وذ ذا element. هو numbers of electron which load or gain in the chemical reaction. هو عدد الالكترون اللي هيفقده او هيكتسبه في خلال الكيميكال رياكشن. طيب هي النوبل جازز هتفقد حاجه او هتكتسب حاجه يا اولاد؟ لا ايه؟ عايزه حد يجاوب؟ لا، النوبل جازز مش هتفقد ولا هتكتسب، عشان كده قلت الفالنس بتاعت النوبل جازز زيرو. خلاص؟ تمام. دي كانت اهم حاجه عندي يا اولاد. احنا قلنا الميتاليك بيتحول لبوزيتيف ايون والنون ميتاليك بيتحول للنيجاتيف ايون. تمام. خلاص نيجي بقى لشويه كده معلومات تانية عندنا. ان السوليد، ان كل ميتاليك سوليد ما عدا الميركوري. الميركوري هو الميتاليك الوحيد اللي ليكويد. خلاص، والميتاليك عندي بيبقى لاستر، يعني بيلمع، وبيبقى جود كوندكتور للهيت والالكتريستي، وبيبقى مليبل اند دايكتل. خلاص ده الميتاليك. يبقى دول المعلومتين الزياده في الميتاليك. طيب ايه المعلومات الزياده في النون ميتاليك؟ هو برضو كل النون ميتاليك بتبقى سوليد او جازز ما عدا البرومين. البرومين هو الليكويد الوحيد للنون ميتاليك. انا دلوقتي قلت اتنين ليكويد، قلت الاتش جي اللي هو الميركوري، تمام، والبرومين اللي هو البي ار. الاتش جي هو الميتاليك الوحيد اللي ليكويد، اما البرومين هو النون ميتاليك الوحيد اللي ليكويد. ما نتلخبطش ما بين الاثنين يا اولاد.
خلاص. تمام. طيب نيجي بعد كده، بقول ان النان بتالك بيبقى نو لاستر وبيبقى باد كوندكتور للهيت والالكتريستي، وما بقدرش ان انا اعمله ميتيبل اور دايكتر. كده احنا خلصنا الدرس الاولاني. نيجي بقى على بقيه اللسون. قال لي الكيميكال بوند، تاني الكيميكال بوند والبوند مهمه وبتتلخبطوا فيها. البوند عندي يا اولاد، البوند انا عندي نوعين، يا اما ايونيك بوند يا اما كوفيلنت بوند. ايه الفرق ما بينهم؟ الايونيك بتتم ما بين ميتاليك ونون ميتاليك. يعني ايه يا مس ميتاليك ونون ميتاليك؟ يعني ما بين بوزيتيف ايون ونيجاتيف ايون. يعني لازم element عندي يعمل لي لوس الكترون وelement تاني اجين الكترون. element يفقد والتاني يكتسب، واحد بيدي والتاني بياخد، دي اسمها ايونيك بوند. تمام. اما الكوفيلنت بوند لا، احنا بنعمل شير، احنا الاثنين بيبقى نان ميتاليك، احنا الاثنين محتاجين حد يدينا الكترون، فما فيش حد يدينا الكترون، فهنعمل شير للالكترونز مع بعض. تمام يا ولاد. تمام. تاني اقول تاني الفرق ما بين الايونيك والكوفيلنت. لا طيب تمام. نقول تاني الفرق ما بين الايونيك، اهو هو قايل هنا ايونيك بوند وهنا كوفيلنت بوند. الفرق ما بين الايونيك بوند والكوفيلنت بوند، ان الايونيك بوند بتتم ما بين الميتال والنون ميتال. يعني ايه ميتال ونون ميتال؟ يعني الميتال ده هيدي الكترون يقوم النون ميتال واخده، يعني ده كده اتحول لبوزيتيف ايون والنون ميتال نيجاتيف ايون. دي الايونيك بوند، عشان كده اسمها ايون. عشان كده يا ولاد اسمها ايونيك بوند، عشان هي بتتم ما بين الايونز. خلاص عرفتوا جت اسمها منين؟ عشان هي بتتم ما بين البوزيتيف ايون والنيجاتيف ايون، ما بين الميتال والنون ميتال. راجل دخل وخرج تاني يا ولاد، معلش اللي يلاقي اي حد في الويتنج روم يقول لي، عشان انا ممكن ما ركزت في الويتنج روم. نيجي بقى الفرق ما بينها وما بين الكوفيلنت بوند. ايه الكوفيلنت بوند دي؟ قال لي لا الكوفيلنت بوند دي ما بين اتنين نون ميتال، يعني ما حدش هيدي وما حدش هياخد، احنا الاثنين هنعمل شير للالكترونز. تمام. تاني يا اولاد اعيد الجزئيه بتاعه الفرق ما بين الايونيك بوند والكوفيلنت بوند. لا يمس. لا تمس. ندي اكزامبل، لما اقول لك البوند ما بين اتش سي ال، البوند اللي ما بينها ايونيك بوند ولا كوفيلنت بوند، هفرق ازاي؟ الاول ابص على الاليمنت اللي متكونه، ده كومبوننت صح؟ متكون ما بين اتنين اليمنت، ما بين الهيدروجين والكلور. طيب الهيدروجين ده ميتاليك والكلورايد نون ميتاليك، يعني كده هي ايونيك بوند ولا كوفيلنت بوند يا ولاد؟ أيونيك ايونيك بوند. أيونيك بوند. تمام. طيب نيجي عند كوفيلنت بوند، هديكوا اكزامبل سي او 2 اللي هو الكربون دايكسايد. الكربون دايكسايد ده يا ولاد ايونيك بوند ولا كوفيلنت بوند؟ كوفيلنت بوند نعمل الكربون مع الأكسجين، مع الاكسجين، عشان الاثنين نون ميتاليك. طيب نيجي بقى يا ولاد بعد كده للتايبز اوف كوفيلنت بوند، انواع الكوفيلنت بوند نفسها. اول حاجه هو سنجل، يعني ايه سنجل؟ يعني واحد، يعني بعمل شير بوان الكترون واحد. تاني نوع اللي هو الدبل، يعني معناها اتنين، بشارك باتنين الكترون. تالت نوع اللي هو التريبل، يعني 3 الكترون. يبقى الكوفيلنت بوند يا ولاد ثلاث انواع، يا اما سنجل يا دبل يا تريبل. تمام. هندي اكزامبل على كل واحد فيهم. السنجل بوند من اهم الامثله اللي عليها واللي انتوا بتتلخبطوا فيها الميه، الووتر H2O. ال H2O هي بتكون سنجل كوفيلنت بوند. الاكسجين، الاكسجين هنا يا ولاد بيكون سنجل كوفيلنت بوند
ماشي مع الهيدروجين. هو انا عندي اتنين هيدروجين كل واحد فيهم بيكون سنجل كوفيلنت بوند، تمام؟ نيجي عند الدبل كوفيلنت بوند الاو2، الاكسجين مع الاكسجين دبل كوفيلنت بوند. نيجي عند الترابل كوفيلنت بوند زي ال N3 ال N2 سوري ال N2، تمام لغاية كده؟ تمام. جربت معلش احط التليفون بس على الشحن عشان ايه ما يفصلش مني وانا شغاله. يبقى انا دول الثري اكزامبلز على الكوفيلنت بوند، لازم اخد بالي كويس. واللي بيلخبطنا هي الووتر، الووتر يا ولاد سنجل كوفيلنت بوند، تمام؟ رسوماتهم مهمه اهم، فين السنجل كوفيلنت بوند؟ الرسومات بتاعتهم مهمه. ساعات هيجي يقول لي ارسم السنجل كوفيلنت بوند، قلنا الاكزامبل اللي عليها اللي هي الميه اللي هي ال H2O، والاكزامبل الثاني اللي هو ال H2. نيجي بعد كده الدبل قلنا اللي هو ال O2 ده الاكزامبل عليها، والترابل هي ال N2 عشان هي عملت بشير ال 3 الكترون. طيب كده خلصنا اول ليسون. نيجي عند تاني ليسون يا ولاد اللي هو الكيميكال كومبوننت. انا اتكلمت عن الفالنس خلاص، وهتكلم دلوقتي ازاي بكتب الكيميكال كومبوننت. اول حاجه لازم اعرفها عندي حاجه اسمها اتوميك جروب. انا خلاص ان انا عرفت ان انا عندي ميتاليك وعندي نون ميتاليك، تمام؟ وعندي بقى حاجه اسمها اتوميك جروب. ايه هي الاتوميك جروب؟ هي سيت اوف اتوم two different elements joined together and behave like one atom during a chemical reaction. هي مجموعة من الأتوم مع بعض بتشتغل كأنها أتوم واحدة، كل واحدة فيها ليها فالنس. كل الأتوم الجروب اللي أنتوا بتتعرضوا لها السنة دي هي مونو فالنت، ما عدا ثلاث حاجات: الكربونات اللي هي CO3 وال SO4 وال BO4. ال SO3 وال SO4 دول داي فالنت. اما الوحيد اللي معايا ثلاثي السنه دي تراي فالنت هو الفوسفات اللي هو بي او 4. خلاص يا ولاد تمام. دلوقتي هقول لكم ازاي بكتب الكيميكال فورمولا، هاخد اكزامبلز عليها من الاكزامبل الموجود. تمام فين فين فين؟ ممكن ناخد الاكزامبل ده نمبر 3 اللي هو بيقول لي مغنيسيوم صلفيت. لقيت قدامي اهو، هكبره عشان نشوف اهو. لقيت قدامي بيقول لي مغنيسيوم صلفيت، مغنيسيوم رمزها ام جي، مغنيسيوم رمزها ام جي، والصلفيت رمزه اس او 4. طيب الفالنس بتاع المغنيسيوم بتروح للصلفيت، الفالنس بتاع المغنيسيوم يا ولاد هي داي فالنس، والفالنس بتاع الصلفيت هي برضو داي فالنس، فتو مع تو خلاص راحوا مع بعض. فهكتب الكيميكال فورمولا بتاعتها ام جي CO4. خدت بالكم ان انا حطيت ال CO4 in brackets ما بين اقواس عشان هي اتوميك جروب، تمام؟ نتعرض لواحدة تانية، نيجي مثلا الكربون دايوكسيد دي سهلة، نيجي عند الصوديوم اهي نمبر 5، الصوديوم كربونيت، الصوديوم رمزه Na والكربونيت رمزها CO3. الفالنس بتاع الصوديوم مونو فالنت، اما الكربونيت دي داي فالنت. فلما اجي اكتب يا اولاد الكيميكال فورمولا هكتب ال Na2 تحتها 2، تمام؟ CO3 مش تحتها اي حاجه خالص عشان هي تحتها 1 وال 1 ما بيتكتبش. اديكم اكزامبلز تاني يا اولاد ازاي بكتب الكيميكال فورمولا يا شباب. ايوه ادي اكزامبلز تاني. ماشي ندي examples تاني. نيجي مثلا الصوديوم اوكسيد اهو نمبر 7، صوديوم اوكسيد الصوديوم قلنا رمزه Ne، والاكسيد اللي هو الاكسجين رمزه O،
طيب الصوديوم هو مونوفالنت، اما الاكسجين ده دايفالنت، فبالتالي هكتب Na2O. خلاص نتعرض ليك برضو كيميكال فورمولا تانية. نيجي عند الكبر كربونيت، الكبر ده رمزه Cu والكربونيت رمزها CO3، والاتنين دايفالنت فهيروحوا مع بعض، فهي اكتبها CuSO3. تمام يا ولاد؟ تمام. ايوه مس شباب تمام. طيب هاجي بقى عند انواع الكومبوننت اللي عندي، اربع انواع، يا اما اسيد يا اما بيز يا اما اوكسيدايز يا اما سالت. خلي بالكم انا هشرحها هنا كلها. الاسيد هو اللي لازم اقول له ان هو فيه ايون الهيدروجين ونسولف ان ذا ووتر، يعني لما بيدوه في الميه بيديني ايون الهيدروجين البوزيتيف، اما البيز بيديني ايون الهيدروكسيد النيجاتيف. يعني اول ما الاقي اتش يبقى ده اسيد، اول ما الاقي او اتش اقول ان ده بيز. طب الاوكسيدايز الاقي اكسجين. تمام. السالت ما بين الميتال والنون ميتال، يعني ايه؟ زي السالت زي الان ايه سي ال، ده كده الان ايه ده ميتال والسي ال ده نون ميتال. خلي بالكم الان ايه سي ال ده كومبوننت مهم عندكم، اللي هو الصوديوم كلورايد. صوديوم كلورايد يا ولاد هو ملح الطعام اللي احنا بناكله. خلاص دي اول حاجه لازم اعرفها وافرق ما بينهم. تاني حاجه ان الاسيد بيخلي لون الليمتس بيبر لونها ريد، اما البيز عشان اولها بي فبيخليها لونها بلو. ده الفرق ما بين الاسيد والبيز. تاني حاجه ان الاسيد ساور، طعمه ساور لاذع زي الليمون والاورنج، اما البيز سويت ساور طعمه مسكر شويه، تمام زي الجرابس. مش المفروض ان البيز بيتر تيست البيز ايه؟ ما بيتر بيتر تيست يعني سويت، بيتر يعني سويت يعني مسكر يعني. انا اصلا مثلا المدرسة قالتلنا ان هو مر زي مثلا الكانتالوب هو مش مر، هو سويت سلابري اند بيتر تيستي. تمام. نيجي بعد كده على، احنا خلاص خلصنا الاوكسيدايز، خلصنا ده. نيجي لاخر ليسون عندي اللي هو ليسون 3. ليسون 3 يا اولاد كان بيتكلم عن الكيميكال ايكويشن والكيميكال رياكشن. نركز هنا عشان انا هقول كل حاجه هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الكيميكال ايكويشن يا ولاد، الكيميكال ايكويشن لما اجي بكتبها بلاقي سهم في النص. اساسا يعني ايه كيميكال ايكويشن؟ اولا هي البريك، بريكنج اكزايتنج بوند بتوين ذا اتوم اوف مولكيولز ان رياكتنج اند فورمينج نيو بوند ان ذا برودكت. هو بيكسر لي البوند ما بين الرياكتنج وبيكون لي بوند جديده ما بين البرودكت. طيب بكتب فين الرياكتنج وبكتب فين البرودكت؟ هنا قبل السهم بتاعي بكتب الرياكتنت، بعد السهم بكتب البرودكت. خلاص السهم ده يا ولاد بحط عليه الكونديشن كيميكال رياكشن، يعني شروط الكيميكال رياكشن. يعني ممكن احط عليه مثلث، ده معناه هيت، معناه ان لازم التفاعل ده يتم في هيت، في حراره اسخن. تمام. ممكن احط عليه دي اي ال اللي هي اختصار لكلمه دايليوشن، يعني معناه ان الاسيد اللي انا مستخدماه مخفف، او احط عليه سي او ان اس اللي هو اختصار لكلمه كونسنتريشن اللي هو ان الاسيد اللي مستخدماه مركز. خلاص يبقى اللي قبل السهم اسمه رياكتنت، اللي بعد السهم اسمه برودكت. برودكت. نيجي نتعرض بقى لانواع الكيميكال رياكشن. انا عندي الانواع بتاعت الكيميكال رياكشن يا اولاد هم دايركت كومبينيشن بروسيس. انتوا اللي عندكم السنه دي هو الدايركت كومبينيشن بس. الدايركت كومبينيشن ده اهو دايركت كومبينيشن. الدايركت كومبينيشن ده سهل جدا، وهم ثلاث انواع. يا اما اول حاجه اليمنت مع اليمنت زي الكربون مع الاكسجين، اداني كربون دايكسايد، ده كده اليمنت مع اليمنت. يا اما كومبوننت مع element
هيدينا برضو الكربون دايكسيد لما يجي اوزن المعادله، يا اما كومبوننت مع كومبوننت زي ال NH3 اللي هي الامونيا مع ال HCl. هتلاقي ان السهم هنا لازم احط له كونسنتريشن ان انا بستخدم في مركز، والسهم اللي فوق احط هنا مثلث واحط هنا مثلث. لو ما كتبناهمش في الكيميكال ايكويشن بننقص عليهم يا ولاد. نيجي بقى ال NH3 اللي هي الامونيا مع ال HCl هيديني NH4Cl. دي اول حاجه انا بعملها. تاني حاجه يا اولاد، انا عندي اتنين لو مهمين قوي. اول حاجه البالانس ان كيميكال رياكشن، لازم يكون عندي بالانس، يكون النمبرز اوف ذا اتوم ان رياكتنت ايكوال ذا نمبرز اوف ذا اتوم اوف برودكت. عدد الرياكتنت يساوي عدد البرودكت. يعني دخلت 1 كربون 1 كربون اخرج 1 كربون، ما ينفعش ادخل 1 اخرج 2، غلط. لازم اوزن المعادله واخلي ليها بالانس. تمام يا اولاد، تمام معايا لغايه كده؟ تمام طيب بعد كده عندي اتنين لو مهمين قوي، اللو اوف ذا ماس واللو اوف كونستانت ريتيو. ايه هو اللو اوف ذا ماس يا مس؟ واحده واحده. معناها ان انا لما بقول لك ان الماس اوف رياكتنت لازم يساوي الماس اوف ذا برودكت، لازم اللي داخل قد اللي خارج. خلاص، ده الماس، قانون الماس. تاني قانون عندي اللي هو كونستانت ريتيو. يعني ايه كونستانت ريتيو؟ يعني قانون النسبه. يعني لو مثلا هديكوا دلوقتي اكزامبل، لو بقول لك ان انا التفاعل بتاع الووتر اللي هو H2 مع نص اكسجين اداني الميه اللي هي H2O، معناها ان انا نسبه الهيدروجين للميه 1 الى نص، صح؟ يعني او 2 الى 1 ضعفها. يعني بقول لك ان انا عندي الاكسجين 10، يبقى لازم الهيدروجين يكون 20. لو زودت الاكسجين ل 20 لازم الهيدروجين يزيد للضعف يبقى 40. دي اسمها يا اولاد الراتيو. تمام، تمام طيب الكيميكال رياكشن دي هل هي كلها مفيده بالنسبه لي؟ قال لي لا، قال لي عندي حاجه اسمها، ودي حاجات مهمه، النيجاتيف افكت اوف كيميكال رياكشن، الاثار السلبيه ليها. اول حاجه البرنينج اوف كول اند سلوز فايبر، الاحتراق بتاع الفحم وده كله بينتج عنه سموك، ده بيبقى مضر. تاني حاجة الفول بيرنينج اللي هو حرق الوقود زي اللي في العربيات، ده برضو خطر علينا. طيب خطر علينا في ايه يا اولاد؟ عشان بيديني تلات كومبوننت خطر جدا. اول كومبوننت كربون اوكسايد، تاني كومبوننت تاني كومبوننت سلفر اوكسايد، اخر كومبوننت عندي اللي هو النيتروجين اوكسايد. طيب احنا كده خلصت اليونت الاولاني. اي حد عنده اسئلة على اليونت الاولاني ممكن كان يتوقف قصاده؟ طيب ناخد بالدور، لا ناخد بالدور. طيب يلا يا عادل، طالما انت اللي اتكلمت بس واحد ناخد اسئله هاخد السؤال الاولاني نمبر 6. 6 تو يلا يا عادل كملي ال 2 ام جي بلس او 2 هتدينا 2 ام جي او. برافو عليك، هتديني 2MgO. طيب التايب اوف كيميكال رياكشن ده نوعه ايه؟ مغنيسيوم مع أكسجين كوفالت. لا انا قلت النوع بتاع الكيميكال رياكشن مش النوع بتاع البوند، فرقوا يا اولاد ما بين الحاجات دي. النوع بتاع البوند نوعين، يا ايونيك يا كوفالنت. اما الكيميكال رياكشن هو نوع واحد عندكم اللي هو دايركت كومبينيشن، واقول له بعد دايركت كومبينيشن هو اليمنت مع اليمنت ولا اليمنت مع كومبوننت ولا كومبوننت مع كومبوننت. تمام. دايركت دايركت كومبينيشن وانت مع انت. اليمنت مع اليمنت، برافو عليك. طالب عايز حد من الناس الجديده يرفع ايده؟ ناخد واحد جديد مع واحد قديم. مين يا طب شباب؟ انا لسه اللي عندي مش راضي يعمل، فممكن تختاري لي طيب يلا يلا يا حضرتك. روان. نمبر 2 اللي هو الكربون، ال C بلس O2 هيديني ايه يا روان؟ CO2 CO2، برافو عليك. طيب ال type of the chemical reaction، نوع الكيميكال رياكشن ايه؟ direct chemical reaction element plus element element
element مع ايه؟ ما سمعتش. مع element. element مع element. تمام. طيب يلا يا كريم. ماشي يا بتول، حاضر. اشوف بس كريم. أمس إن إتش 3 ايوه، ان اتش 3 مع الاتش سي ال هيديني ايه يا كريم؟ جمعهم مع بعض. أمس إن إتش في إل ايوه، ان اتش 4 بقى سي ال. طيب ده element مع element ولا element مع component ولا component مع component؟ الاثنين ايه يا كريم؟ الاثنين. برافو عليك، كومبوننت مع كومبوننت. يلا يا بتول اللي بعده، سي او مع او 2. ميزة تكون 2 سي سي او 2. سي او 2. برافو عليك، 2 اهي، 2 سي او 2. طيب ده كده كومبوننت مع كومبوننت ولا element مع element ولا element مع كومبوننت؟ ميزة تكون تغير combination between the element and component. برافو عليكي يا بتو. يلا، عايزة حد من الجديد، آخر حاجة معانا يا شباب. اختار مين؟ اختار بالحظ كده. ممكن نختار سجا. يلا يا سجا، 2NO2. 2NO2. برافو عليكي. طيب ده element مع element ولا element مع component ولا component مع component؟ element and component. element and component. برافو عليكي، excellent. نخش تاني. انا هنقل على، خلاص انا خلصت اليونت الاولاني. اي حد عنده مشكلة فيه؟ طيب تمام. اليونت التاني بقى يا اولاد بيتكلم عن الفورس اند موشن. يعني ايه فورس ويعني ايه موشن؟ فورس يعني قوة، موشن يعني حركة. هتكلم يا ولاد عن 3 دروس فيه. أول درس بيتكلم عن الفوندمنتال فورس ان ناتشرال. يعني إيه الفوندمنتال فورس ان ناتشرال؟ هي الفورس اللي بتبقى موجودة في الناتشرال. زي مين؟ زي اللايتنج والثندر، زي الويند موشن، زي الاتراكشن اوف ايرون تو ماجناتيك، زي الجرافيتيشن. أول حاجة يعني إيه فورس؟ قال لي هي it is an effect to change object state from the static to the motion or motion to the static. يعني لازم يكون عندي حاجة static هغيرها انها تبقى motion، او حاجة motion هغيرها انها تبقى static، او اغير ال direction بتاع ال motion يا ولاد. طيب ال fundamental force اللي انا هتعرض لها في الدرس ده هما 3. اول حاجة اللي هي ال gravitation force، تاني حاجة ال electromagnetic force، تالت حاجة اللي هو ال nuclear force. نيجي عند ال gravitation force. كان عندي عالم اسمه نيوتن، كان قاعد لقى ان التفاحه بتقع في الارض، لقى ان كل حاجه باجي برميها بتنزل في الارض. قال ايه ده؟ هو الارث فيها ماجناتيك بيعمل اتراكتيف للثينج، يعني فيها مغناطيس بيعمل اتراكتيف لاي حاجه. فده اللي اتضح يا ولاد، ان الارث فيها حاجه اسمها جرافيتيشن. الجرافيتيشن ده يا ولاد هو اللي بيعمل اتراكتيف لاني ثينج اوبجكت تو ذا ايرث. طيب نيجي بعد كده عند حاجه اسمها ويت. يعني ايه ويت؟ الويت هي the ability of the earth to attract the object into the center، ودي بتساوي الماس by the gravity acceleration. طيب الويت بقيسها بالنيوتن، اما الماس بقيسها بالكيلو جرام، اما الجرافيتيشن يا ولاد بقيسها بالمتر بير سكند باور 2. ساعات هيسالني عن الويت فانا اعمل له مالتيبليكيشن ما بين الماس والجرافيتيشن، ساعات هيسالني على الماس فانا هقوم عامل له ويت اوفر جرافيتي اسيلريشن. تمام؟ حد عنده مشكله لغايه كده يا ولاد؟ طيب نيجي بعد كده، ان انا عارفه يا ولاد ان الاورث، ان الاورث فلاتن ان بول، يعني البول بتاعتها هنا فلاتن، يعني عندي الراديوس ده بيبقى اكبر اصغر سوري من الكوارتر راديوس. يعني لو عندي نفس الشخص واقف هنا ونفس الشخص واقف هنا وجيت حسبت الماس بتاعته، هلاقي ان الماس الويت سوري
ان الويت وهو هنا وهو عند ايه اكبر من الويت عند بي، تمام؟ اما الماس ثابته، الماس ثابته يا اولاد، الويت هي اللي بتتاثر بحاجتين، بتتاثر بالماس وبتتاثر بالجرافيتي. نيجي بعد كده عند تاني فورس، ودي تجربه عملناها مع بعض عملي مش ينفع ننساها ابدا، واللي كان في الامتحان يا عادل وايه وجات لنا الالكترو ماجناتيك فورس. ايه هي الالكترو ماجناتيك فورس؟ معناها ان انا عندي الالكتريستي بيبقى ليها ماجناتيك فورس، بيبقى ليها ماجناتيك فيلد. الماجناتيك فيلد اللي بيبقى حوالين الالكتريستي يا اولاد بيقدر يعمل لي اتراكتيف للايرون، وده انا استخدمته في كذا حاجه. اول حاجه الالكتروماجنتيك انا استخدمته في ايه؟ استخدمته في الفينش اللي هو الوينش يعني، وفي الالكتريك بيلز، تمام. تاني نوع عندي الالكترو جنريتور اللي هو الدينامو، وده بيحول لي الميكانيكال انرجي لالكتريكال انرجي. وبعدين عندي الالكتريك موتور، الالكتريك موتور ده بقى العكس، بيحول لي الالكتريستي لميكانيكال انرجي. نيجي اخر حاجه عندنا يا اولاد في ليسن 1 اللي هو النيوكلير فورس. النيوكلير فورس نوعين، يا سترونج يا ويك. السترونج من اسمها بستخدمها في ايه؟ بستخدمها عشان انتج الالكتريستي انرجي والحروب بتاعتي المالارتي بروبورس. اما الويك نيوكلير فورس فانا بستخدمها استخدام سلمي زي ايه؟ زي الميديسان والاندستري والساينتفك ريسيرش. خلاص يا اولاد؟ Thanks. طيب نيجي عند تاني لسه، عندي ثلاث انواع من الفورس تاني تحت الموشن، الفورس اللي هتأدي لي موشن اللي هتخلي فيه حركه. ثلاث حاجات، اول حاجه الانرشيا، تاني حاجه الفراكشن فورس، ثالث حاجه الفورس انسايد ليفنج سيستم. خلي بالكم ان الثري فورسز دول كلهم ناتجين عن